أسباب المراقبة تترقى في 3 درجات، كل درجة من الدرجات فيها 3 درجات أو 3 مراتب، فأصبح مجموع مراتب ودرجات المراقبة كم؟ 9. نبدأ الدرجة الأولى، رابطين لحسام الأمان، بسم الله. مراقبة الحق في السير إليه على الدوام. كلنا نسير إلى من؟ إلى الله، كل يوم بعد يوم نقرب من الله، صح ولا لا؟ كل صلاة بعد صلاة نقرب من الله، ولذلك الله عز وجل يقول واسجد واقترب، ويقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب الدرجة الأولى من درجات المراقبة هي مراقبة الحق في السير إليه على الدوام. نضرب لكم مثال، الآن تمشون على الخطوط، بعض الخطوط السريعة، شو يقول مراقب بش؟ بالرادار. ماذا يفعل السائق على الطريق المراقب بالرادار؟ يمشي على النظام، يخفف السرعة. وإذا كان مسرع وشاف دوريا بعيد، أمن الطرق ماذا يفعل؟ يهدي. وإذا شاف سيارة جاية من الجهة الثانية ماذا يفعل لها؟ يكبس، يعني انتبه، وراك تفتيش، وراك نقطة. وهذا من شغل السواقين فيما بعض، مصطلح يقول والله ذاك كبس لي، معناته فيه تفتيش، خفف السرعة يا ولد. المهم ماذا يحصل بالنسبة للسائرين إلى الله؟ سائرين إلى الله بقلوبهم عندهم مصطلحات، عندهم أمور، مثل السارين والسائرين على الشوارع الأسفلتية الطويلة. فماذا عندهم؟ الدرجة الأولى من درجات مراقبة الله سبحانه وتعالى هي درجة مراقبة الحق في السير على الدوام، وهذه فيها 3 درجات. الدرجة الأولى التعظيم المذهل عما سوى الله، احفظها، هذه أول درجة للمراقبة، التعظيم لله المذهل عما سواه. ايش معنى؟ يعني تعظم الله لدرجة أن تذهل عن كل عظيم سوى الله، يصبح ليس هناك عظيم في قلبك إلا الله. جبريل عظيم والله ما بعظيم، من أعظم الملائكة، هو أعظم مخلوق ربما من الملائكة، له 600 جناح وخلقه، يعني الأرض هذه ما يمكن ما تشيلها الأرض كلها، السماء الدنيا هذه يمكنها ضيقة عليه، ولذلك لما أراد أن يستوي حقيقة لم يستوي إلا في الأفق الأعلى، لا فاق الدنيا ما تشيله، بالأفق الأعلى ذاك محل استواءه، لو نزل شوي للآفاق القريبة من الأرض تصبح ضيقة عليه، لازم يتمثل، عرفت؟ وتبغي تشوفه مرة ثانية على حقيقته وين؟ فوق السماوات 7، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا العظيم الملك العظيم عند إبراهيم وش كان؟ قال له يا إبراهيم لك حاجة، قال أما إليك فلا. ليس عظيم في قلب إبراهيم إلا الله، كل ما سوى الله. ولذلك منتهى التعظيم لأهل مراقبة العظيم جل وعلا لا يعطى إلا للعظيم. لهذا كان يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله، الحب يقتضي التعظيم، يعظيمنهم كتعظيم لله، يحبونهم كحب الله، يخافونهم كخوف الله إلى آخره. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد تعظيما لله إلى آخره. المرتبة الثانية أو الحالة الثانية من المرتبة الأولى هي مدانة حاملة على دوام السير والتعظيم. المدانة مشتقة من الدنو، يعني أنت عندما تشعر أنك تقرب إلى الله توقف، كلما اقترب السائر من الحبيب ماذا يفعل في السير؟ استعجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثم عاد إلى المدينة ورآها وأبصرها شد السير وقال هذه طابة، هذه طيبة، فيزيد السرعة. كان الألباني رحمه الله يفتي بذلك، كان مرة جاي من جدة إلى المدينة، فلما اقترب من المدينة قال، وكان هو يسوق السيارة، قال هذه طابة هذه طيبة، وحط رجله على البنزين وهو سواق، فمشى 200، فوصل خبره للشيخ بن باز رحمه الله، قال الألباني مشى 200 وخالف النظام، نظام 120.
فقال الشيخ بن باز رحمه الله لا يجوز هذا قتل نفس. فوصل فتوى الشيخ بن باز للشيخ الألباني، فقال الألباني لأن الشيخ بن باز لا يعرف لذة سواقة السيارة ما مرصاك. فلما وصل جواب الشيخ الألباني للشيخ بن باز رحمه الله أجاب، قال لأن الألباني لا يعرف دفع الديات ما عمره قتل نفس. فالعلماء كانوا يتمازحون ما بينهم. المرتبة الثالثة من مراتب من المرتبة من الدرجة الأولى السرور الباعث على مداومة السير بملازمة العمل، وهو ما يسمى لذة الإيمان، لذة الطاعة. عندما تشعر أنك بكل عمل يعني تجد لذة، اللذة تقتضي إيش؟ زيادة. فأنت مثلا تقرأ القرآن تتلذذ، ما توقف من قراءة القرآن، تصلي تجد متعة ولذة، خلاص ما تترك الصلاة. والله لو سلمت قلوبنا لما شبعت من تلاوة القرآن، كل ما تقول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأن خلاص تعود قلبك غذاء ما تستطيع توقف. كل ما تقول السلام عليكم من صلاة تدخل في أخرى الله أكبر، لأن خلاص تلذذت تمتعت. هذا هو الذي يدفعك لملازمة السير الحديث. ثانيا النظر إلى قصر العمر، كل يوم رايح من عمرك، إذن خلاص واصل. أما ما يقوله بعض الناس سعى لله وسعى للملاهي، فهذا لم يقل به قائل، بل السعادة كلها لله والملاهي خليك منها. الملاهي التي تلهي عن الله أصلا محرم، ولا يجوز واحد يلهى عن ربه، لكن القليل من المسح لا بأس به. المرتبة أو الدرجة الثانية، عرفنا الآن الدرجة الأولى ومراتبها الثلاث. الدرجة الأولى قلنا هي مراقبة الحق في السير إليه، ومراتبها ثلاث: أولا تعظيم مذهل عما سوى الله، ثانيا مدانات حاملة على دوام السير يعني القرب من الله والاقتراب بالطاعات، ثالثا السرور الباعث على دوام العمل، السرور والفرح الباعث على دوام العمل والطاعة. أما الدرجة الثانية فهي مراقبة نظر الحق. الدرجة الأولى مراقبة الحق نفسه سبحانه وتعالى، الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق سبحانه وتعالى إليك. كيف؟ الله ينظر إليك ولا لا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ طيب ما دام الله ينظر إليك، ما هي الحالة الباطنية في قلبك التي تحب أن يراها الله، وما هي الحالة الظاهرة التي تحب أن يراها الله عنك؟ ولله المثل الأعلى، لو أن شخص موظف في شركة ومر المدير، وش يحب يشوفه؟ يحب يشوفه نايم والله يشتغل؟ اشتغل. إذن أنت كذلك احرص على أن يراك الله وأنت تشتغل، لا يراك حيث نهاك، على الأقل تكون إذا ما كنت في طاعة تكون في سلامة من المعصية، فانتبه. وهذه المراقبة فيها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى رفض المعارضة لأمره وخبره وإرادته. ما معنى رفض المعارضة؟ يعني إذا جاء الأمر من الله مثلا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أي أمر لا تعارضه، لا تقول ليش، لما يأمرنا الله بذلك، لا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأي أمر من الله استسلم، أي خبر من الله صدق، أي إرادة من الله هي خير. المرتبة الثانية الإعراض عن الاعتراض، احفظوا هذه الأشياء حلوة، الإعراض عن إيش؟ عن الاعتراض. كيف؟ الإعراض عن الاعتراض في ثلاث أحوال: أولا الإعراض عن الاعتراض على أسمائه وصفاته وأفعاله، مثلا الله عز وجل من أسمائه الجبار، الجبار لا تعترض، القهار، الملك، القدوس، فسلم لأسمائه ولا تعترض، لا تقول ليش يتسمى بهذا الاسم، لا، هو أعلم بنفسه، فلا تعترض على أسمائه، لا تعترض على صفاته. لو قال الله عن نفسه الرحمن على العرش استوى، لا تقول أنت ليش كيف هذا، لا لا لا، الاستواء معلوم والكيف مجهول وسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. أيضا عدم الاعتراض على أمره ونهيه،
وعدم الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. إذا حصل قضاء من الله لا تعترض، مات ولدك، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. عدم الاعتراض حتى لو كان الشيء مر، حتى لو كان الشيء مؤلم، استسلم لله. فهذا كله هي الدرجة الثانية من درجات المراقبة. أما الدرجة الثالثة من درجات المراقبة فهي بارك الله فيكم مراقبة الأزل، اسمها إيش؟ مراقبة الأزل بشهود معنى الأول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني وهي طبعا ثلاث مراتب أيضا، الأول بمطالعة عين السبق والأولوية لله، يعني كل شيء تراه هو حادث، هو شيء محدث، هو مخلوق ليس له قدم، ليس له تاريخ. ولذلك الناس الآن تتفاخر بش بالأنساب، خصوصا العرب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، طيب عدد آخره بيوقف، صح ولا لا؟ العرب تتفاخر بالأنساب، وكانوا إذا جاءوا في عرفة يتكلمون في أنسابهم. ولذلك قال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني أنتم تعددوا من أسماء آباءكم أكثر ما تعددوا من أسماء الله. كان واحد يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، والناس تعد له ما شاء الله، وصار رقم 10 ما شاء الله، 20 30 40 50 60، وأحسنهم الذي يوصل إلى آدم. لكن لو وصل آدم، لو فرضنا أنك الآن كشف لك الغطاء والحجاب عن أسماء آبائك إلى آدم، وش الفائدة؟ كلها تراب في تراب. وينهم هؤلاء؟ خلقوا من تراب ورجعوا في التراب، انتهينا. ولذلك النسب لا يقدم ولا يؤخر. تعال. إذن وصلنا الدرجة الثالثة إن شاء الله من درجات المراقبة، وباقي علينا ثمرة المراقبة وكيف تكون المراقبة والشواهد وفوائد وإلى آخره، فنتركها في لقاء آخر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.